الجديد في الذهب نقربوه منكم حتى نرضيكم، والبنات عندهم ما يوريكم. السلام عليكم البنات، جبت لكم اليوم برومو اللي رائعه وغزاله، برومو هائله ديال دي بوك اللي صغيورين وخفيفين. كيف كتشوفوا معايا البنات اللي كيجيو على هذا الشكل، دي بوك ديال 3 دي ولا ديال ديامونتي اللي كيجيو رائعين، فنيونين بزاف، غنحاول نوريهم لكم عن قرب. كيف كتشوفوا معايا البنات، البوكل ديالنا كتجي على هذا الشكل، كتجي اوفال، فيها هاد ديزاين هكا بديامونتين ولا بتخوات ديال اللي ما فيه لا حجيرات لا والو، كيخليها تبري او ميم طون ما فيهاش الحجر كيف قلت لكم، اللي كيخليها انها تجي براتيك. البوكل ديالنا البنات كتجي على هذا الشكل من الجنب، العمود ديالها كيجي على هذا الشكل، السد ديالها كتجي على هذا الشكل، كتسد بهذه الطريقه وكتحل بهذه الطريقه، كتجي اون بوكل اللي خفيفه وزوينه وانيقه اللي غنحاول نوريها لكم ملبوسه. تابوناو فاش كتسناو، راه الذهب ملي كيتلبس عاد تيزيان ويبان. اللبسه ديالو البنات كتجي على هذا الشكل كيف كتشوفوا معايا، كيجيو دي بوكل خفيفين وزوينين وانيقين، اللي كنتمنى انهم يكونوا واضحين بالنسبه لكم. بالصحه والراحه مسبقا، وما تنسوش مجوهرات فاتن دايب حتى عندك. باش يبقى يوصلكم الجديد ديروا جيم للصفحه ديالنا وتابوناو معنا، وغير بكليك كلشي بين يديك. بيجوتري فاتن دايب حتى لعندك.